السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعت لكم النهاردة إن شاء الله بفيديو جديد. في الفيديو ده هتلاقوا مجموعة متنوعة من الأفكار اللي ممكن تطبقوها في حياتكم. ولو أول مرة تشوفوني أنا اسمي هالة، يسعدني وجودكم طبعا معايا، وما تنسوش دعمكم ليا باللايك والاشتراك. ونروح نشوف بقى أول فكرة. الفكرة دي فكرة بسيطة وسهلة جدا. هنحتاج أجزاء من الأزايز، بس بتكون الجزء اللي هو فوق، يعني زي ما احنا شايفين كده في الفيديو. وهعمل هنا حجمين، حجم هيكون صغير شوية للأزايز الصغيرة، يعني هطلعه من إزازة صغيرة، وحجم هيكون أكبر سيكة كده من الإزازة الصغيرة. هقول لكم برضه ليه، يعني هعمل الكمية بقى اللي عندي، يعني زي ما تحتاجي كده، يعني هنحتاج كذا واحدة، ممكن تحتاجي 6 7 8 9، خلاص زي ما قلت لكم في واحدة أكبر من التانية. انا هنا هستعمله كمنظم للبيض او حامل للبيض. ممكن تسيبي بقى كده على الرخامه، ويعني ان انت بقى مستعمله مطلعه بيض وكده. وبرده لو مش عايزه تسيبي على الرخامه، هقولك على فكره بسيطه وسهله جدا تقدري برده تنظمي البيض بدون اي تكلفه خالص. هنعمل منظم بدون اي شيء بحاجات كده موجوده عندنا في البيت. هتجيبي اي علبه كده تكون عندك، علبه تلاجه بقى، علبه اي حاجه، يعني العلبه دي بيجيلي فيها مخبوزات. الاجزاء اللي احنا قصيناها بقى من الازايز هنبتدي نثبتها في العلبه، طبعا على حسب حجم العلبه بتاعتك هتبقى هتعملي قطع الازايز دي. وانا عامله هنا حجمين على اساس ان ساعات بيبقى البيض بيبقى فيه حجم اكبر من حجم. ده السبب بقى ان انا عملت فيه حجمين، حجم يعني يكون للبيض العادي والوسط، وحجم للبيض الكبير. زي ما قلت لكم بقى هتخلصي على حسب حجم العلبه اللي عندك، هتشوفي كم قطعه هتاخد. انا هنا اخدت، ممكن كانت تاخد اكبر من كده، بس انا عملت حوالي 8 قطع. هنبتدي بقى نحط فيهم البيض بمنتهى السهوله خالص، وكده هكون عملت منظم زي ما قلت لكم من ازايز بنرميها، او علبه ثلاجه بايظه عندك، او اي علبه كده من العلب دي، يعني متوفرة أكيد في كل بيت بتيجي فيها حاجات كده مخبوزات أو أي حاجة. زي ما قلت لك ممكن تحليها بكذا طريقة يعني، وبعد ما البيض يخلص خلاص هتغسليها وتركيها. الفكرة دي برضو فكرة بسيطة وسهلة جدا، وهتنظم معايا الادراج بقى او المطبخ. كده عندنا حاجة بقى وفتحناها، يعني العلب الكرتون دي خصوصا لما نيجي نفتحها كده مش بنعرف نقفلها تاني، بتبقى مفتوحة كده. وخصوصا بقى كمان لو في حاجات سايبة، يعني انا هنا دي باكيتات، فيعني برضو بس بيبقى شكلها منظم في الدرج او في المطبخ، يعني بتحطيها كده او شكلها مرتب بدل ما هي بتبقى منعكشة كده. هقول لكم على فكرة بسيطة جدا تقفلي بيها العلبه دي بعد ما بتستخدميها، او اي علبه كرتون كده فيها حاجات يعني عايزه استعملتيها وعايزه تقفليها. بنيجي من الجنبين كده خالص، بندخل يبقى ليها 4 جوانب، بيجي بالجنبين كده بنزلهم، والجنب التالت نفس القصه، يعني انا بخلي جنب بس اللي طالع على قد ما بقدر كده. يعني طبعا لو هي فاضيه او اقل من كده شويه هتبقى برضو هتبقى اسهل من كده. خلاص انا دخلت ال3 جوانب كده في العلبه كلها، يعني كانها ليها جنب واحد. وهاجي كده من الجنب زي ما احنا شايفين، هضغط على الكرتونه هطبقها، وهدخل فيها ايه القطعه اللي انا سايباها من فوق خالص كده، هدخلها كده زي ما احنا شايفين، ودخلت معايا بمنتهى السهوله. وبقى كده شكل حتى العلبه لما تبقى في المطبخ شكلها مرتب ومنظم. تقدري بقى تنظمي بيها جميع الكرتونات اللي بتبقى بالشكل ده، او جميع اي حاجه في كرتونه او اتفتحت كده ممكن تنظميهم، ويبقى شكلهم حلو جدا جوه الدرفه، ومش هيبقى عاملين نعكشه، والحاجه مش هتقع منه. اتمنى الفكره تعجبكم. نروح بقى للفكره اللي بعد كده. الفكره اللي بعد كده برضه فكره سهله جدا، هنحتاج فيهم ازازتين ميه كده. هناخد الجزئين اللي فوق يعني من الازازتين، يعني مش لازم نفس الحجم الازايز، بس انا عايزه فتحه الازازه من فوق زي ما احنا شايفين. وبعد كده بقى هنبتدي بقى ان اي حاجه مش مظبوطه معايا هسويها كده بالمقص، عشان لما اجي اثبتهم على بعض يعني يثبتوا، ما يبقاش في حته اعلى من حته. فانا هنا خلاص خلصت القطع الزياده، هبتدي بقى الزقهم بمسدس الشمع. هتحطي كميه شمع محترمه كده، وزي ما قلت لكم برده ان البلاستيك بيلزق معايا بمنتهى السهوله، يعني مجرد ان الزق كده احط عليه المسدس الشمع هو بيلزق على طول، مش بيغلبني يعني او مش بيفك بسهوله. بس انا كده خلاص ثبتها، هسيبها فترة طبعا زي ما قلت لكم عشان تثبت شوية، ما هستعملهاش دلوقتي غير لما
يعني اللزق ينشف شوية. بعد كده بقى انا هحتاج جزء من الغطيات دي، انا هعمل فيه فتحة، هجيب بقى مكوة اللحام، اي سكينة سخنة، اي حاجة عندك يعني، مش لازم لو مش متوفر عندك مكوة اللحام هجيبي سكينة كده وتسخنيها على النار وتعملي فتحة في غطا واحد بس، يعني بجزء واحد بس من الغطشان دي. اي حاجة بقى زيادة كده بالكتر هبتدي اسويها، لان ساعات الحاجات من البلاستيك بتطلع زوايد كده، فهبتدي ايه اساوي اي حاجة طلعت معايا يعني زيادة عن الفتحة اللي انا عملتها. بعد ما سويتها بقى خلاص انا هقول لكم هنا هنستعملها ايه. انا هستعملها هنا كمنظم للفرش، يعني كغطا كده كفر للفرشه، بدل ما الفرشه تبقى كده في يعني في الحمام كده وتتعرض للميكروبات. انا عملت معاكم كذا فكره لتنظيم الفرش او كذا منظم، فالفكره دي حلوه جدا، تقدري تاخديها معاكي بقى في الشنطه لو مسافره في اي حاجه، هتضمني نظافتها ومش هتبقي محتاسه بيها بقى تحطيها ازاي. اتمنى الفكره تعجبكم. نروح بقى للفكره اللي بعد كده، في عاده التواليت بقى كده انت ما تيجي ترفعيها، يعني وخصوصا لو عندنا اطفال فيوم يبقاش مستحب ان هما يمسكوا القعده كده بايديهم يعني، او لينا برضو. فهتجيبي القطعه دي، القطعه دي بتبقى في ازازه الميه او في ازازه الزيت، هتلزقيها كده بمسدس الشمع، هي هتلزق بمنتهى السهوله. وتيجي بقى تحتاجي بقى ان قعده التواليت يعني تحت عايزه ترفعيها عايزه تنزليها، هتنزليها وترفعيها بمنتهى السهوله، وبتثبت جامد جدا مش بتتحرك خالص. انا لزقتها هنا بمسدس الشمع بس ما كنتش عارفه اصور الصراحه يعني وانا بلزقه، بس هتحطي كميه حلوه كده بمسدس الشمع وهتلزق معاكي. الازاز البلاستيك دي موجوده في كل بيت، هشارك معاكم النهارده فكره بسيطه نستفاد بقى من الازاز دي بدل ما بنرميها وبتبقى عامله لنا كركبه كده. هبتدي اخد الجزء اللي موجود فوق من الازازه، وهجيب بقى مكوه اللحام لو مش عندي مكوه اللحام، ممكن بقى مسمار كده وسخنه على النار واعمل بيه الفتحه دي، واحاول على قد ما اقدر ان انا اكبر الفتحه دي. هي مش هتبان دلوقتي بس انا هكبرها بعد كده في الفيديو لانها طلعت معايا صغيره والمكوه كانت بردت. بعد كده هجيب بقى غطا تاني من ازازه تانيه خالص وهحطه على الغطا اللي انا عملت فيه الفتحه بالعكس زي ما احنا شايفين، وهلزقه بقى بمسدس الشمع. واستنى طبعا لغاية المسدس الشمع كده ما يلزق، اقعد اخد عليه الفترة كده عشان يلزق يبقى قوي يعني. بعد كده بقى هجيب مكوة اللحام تاني وهعمل فتحة تاني في الغطا اللي انا حطيته فوق على الغطا. اكيد طبعا انا ممكن مش عارفة اوضح بس الفيديو باين، وهوسع بقى الفتحة. هنا المكوة كانت سخنت خالص فزي ما احنا شايفين الفتحة وسعت. انا هنا عملت ايه بقى، انا عملت قمة هصفي بقى بيه الحاجات اللي انا عايزة يعني انقلها، يعني قمة مش هصفي سوري معلش، يعني اعمله كقمة عشان للحاجات السايلة. الفكرة بسيطة جدا، بدل ببقى ماسكة القمع بإيد بقى وأصفي بالإيد التانية، لا انتي هتاخدي القمع ده وهتركبيه على أي إزازة، لأن الغطا زي ما احنا شايفين بيلف كده بالطريقة اللي احنا عملناها، في أي إزازة هيركب عليها. أتمنى الفكرة تعجبكم. نروح بقى للفكرة التانية، السلك المواعين بعد ما بنستخدمه دايما بيصدي. انا هقول لكم على فكرة الصراحة هي مش فكرتي، هي فكرة اسماء محمد، وهي قالت لي يعني ان هي شاركت في الكومنتات، قالت لي بعد ما بنستعمل السلكة بقى تشطفيها كويس وبرطمان كده هتكوني مالية مية وتحطي فيها السلكة لوقت ما تيجي تستعمليها، وبعد ما تستعمليها بقى يعني خلاص عايزه تستعمليها بتطلعيها وتستعمليها عادي وتشطفيها. بس اللي عليكي بقى هتغيري المايه، يعني لو هترجعيها تاني ولسه مش باظت خالص هتغيري المايه اللي في البرطمان دي، وبكده هتكوني حافظتي على السلكه لفتره طويله. طبعا احنا يعني انا قلت لكم فكره قبل كده ان نحط الفانيليا عشان ما يصديش، يعني ده قبل الاستعمال، بس بعد الاستعمال الفكره دي فكره حلوه جدا انا جربتها. شكرا ليكي يا اسماء. انا قلت لها ان انا هعمل الفكره يعني وان انا هكتب اسمها وكده، وعملت الفيديو بعد ما جربته وحبيت اشاركه معاكم. يا ريت تجربوا، الفكره حلوه جدا. ولو لسه مكملين معايا لغايه هنا يسعدني وجودكم طبعا، وما تنسوش دعمكم ليا باللايك والاشتراك. نروح بقى للفكره اللي بعد كده، عندك بقى ازازه ميه او ازازه زيت، دي ازازه زيت غسلتها طبعا. هبتدي اخد الجزء اللي تحت، انا محتاجه الجزء اللي تحت بس، هبتدي اسوي الاطروف بقى لو طلعت معايا حاجه زياده، هبتدي اقص حته كده يعني مربعه كده تبقى زياده عن العلبه، فهشيل جزء من العلبه عشان انا عايزه قطعه هتبقى زي ما احنا شايفين كده كده مستطيله زياده عن العلبه نفسها.
ابتدي بقى بمكوة اللحام بمسمار سخن بسكينة سخنة، ابتدي اعمل بقى الفتحات دي، اعملها في العلبة كلها، اعملها من القاعدة ومن الجوانب، يعني مش هسيب حتة ومش هعمل فيها فتحة، يعني على قد ما اقدر كده هعمل فتحات في العلبة كلها كده. خلاص بقى انا بعد ما خلصت الفتحات كلها هبتدي من فوق كده في الحتة المربعة هعمل فيها فتحة، وهبتدي هنا هستعملها كصفاية في الحوض. الصراحة يعني بتنفعنا في حاجات كتيرة جدا، بنيجي نصفي حاجات كده ومش بنبقى عارفين نصفيها، الأكل بيقع في الحوض طبعا، مش عايزين الحوض يتسد. هتسيبيها بقى معاكي طول اليوم، وقت ما تستعملي بتنضفي خضار بتنضفي أي حاجة، وفي آخر اليوم بقى تبتدي تصفيها بقى في الباسكت وتغسليها وتشيليها بقى لتاني يوم، أو تشيليها لما تيجي تستعمليها تاني. فكرة بسيطة خالص وما خدتش مني أي تكلفة، حاجات بنرميها، إزازة زيت بنرميها، أي حاجة عندك أو إزازة مية بتقدري تعملي بيها الفكرة. أتمنى الفكرة تعجبك. نروح بقى للفكرة اللي بعد كده. الفكرة دي فكرة بسيطة وسهلة جدا. عندك جيركن بقى صابون، عندك جيركن لبن، أي جيركن، يعني ده كان جيركن كاتشب غسلته طبعا، ولو طبعا ومقفول كده ساعات مش بنعرف ننضفه قوي، في الاخر بقى بعد ما نقصه كده هنغسله وننضفه يعني جامد قوي من جوه. هبتدي اعلم بقى كده، لان عايزه اقسم الجيركن ده لنصين، بس النص هيكون اكبر من نص، يعني النص هيكون فيه الايد زي ما احنا شايفين كده. وبحاول اعلم طبعا عشان لما بنيجي نقطع البلاستيك ده ساعات بيبقى رخم كده، والعلامة يعني بقطع في مساحة تانية خالص وما بتجيش بالظبط زي ما انا معلمة، يعني لما معلمة بقى بتمشي على الخط ويطلع معاكي مظبوط كده. انا خلاص قسمت الجيركن بقى، بتستعملي مقص قطر اللي هيريحك، وبحط الايد بتاعته كده بقى عندي منظمين، يعني هستعملهم بقى في حاجات كتيرة جدا في المطبخ. ابتدي اشيل الورق اللي عليه، وقلت لكم قبل كده لو الورق برضو مش راضي يطلع بنقطة زيت كده، وهيطلع معاكي اللزق اللي بيكون مكان الاستيكر نفسه. هنا انا استعملت واحد منهم منظم احط فيه الصوصات مثلا، حاجات كده ممكن تسيبيها على الرخامة بقى، ممكن تحطيها في ظرفة المطبخ كده، هتلمي كل الحاجة بتاعتي في مكان واحد، هيسهل لك طبعا في الوقت والمجهود. هتبقى الحاجة قدامك كده وهتستعملي اللي انتي محتاجاه على طول، خصوصا بقى وهم كلهم كده ملمومين في مكان واحد، يعني هيسهل عليا، يعني هستعمل بقى اللي محتاجاه، وممكن كمان احطهم زي ما قلت لكم على رخامة المطبخ، هيبقى قدامي على طول. طريقة سهلة ومنظم سهل وجميل من ورا حاجة عملناه من جيركن كده كنا هنرميه. نروح بقى للمنظم التاني اللي عملته من نفس الجيركن، ممكن بقى تستعمليه كمنظم للخضار. انا حطيت فيه الخيار، ممكن تحطي فيه الطماطم بتاعتك، بياخد كمية كبيرة جدا، يعني هو غويط على حسب طبعا حجم الجركن اللي انتي مستعملاه. ممكن برضو تستعمليه ان انتي تحطي فيه برطمانات التوابل تبقى قدامك كده وانتي بتطبخي، تبقى الامر سهل جدا، بدل ما كنا بنحتاج بقى برطمان بنفتح الدرفة ونطلع وندخل، فهتحطي اكترية البهارات اللي انتي بتستخدميها يعني في المنظم ده وتبقى قدامك بقى. انا هنا استعملت بوريكو ان هو يعني حطيت فيه طماطم، عموما استعمالاته كتير جدا، وكمان استعماله يكون سهل لان الحاجة بتبقى ملمومة كده في مكان واحد. هنا انا حطيته بقى في التلاجة، يعني حطيت واحد فضيت بتاع الصوصات ده وحطيت فيه واحد خيار وواحد طماطم، وبيبقى سهل قوي في الاستعمال جوه التلاجة. بتشدي بقى المنظم وبتستعملي الحاجة اللي انت عايزاها وتدخليها تاني بمنتهى السهولة. اتمنى الفكرة تعجبكم. نروح بقى للفكرة اللي بعد كده. هنحتاج في غطايين بلاستيك، اي حاجه بقى، ازاز ميه، بيبسي، عصير، اي حاجه. وهحتاج الحقنه دي تكوني مثلا استعملتيها رميتي السن طبعا وغسلتيها كويس، وهتبتدي بقى تقصي الجزء اللي بتحطي فيه السن من فوق اللي هو القطعه البلاستيك دي، هنقطعها بقى بقطر او بسكينه اي حاجه يعني، وبعد كده هنلصقها بقى بمسدس الشمع وبالغطا يعني من الاتجاهين، وهبتدي ادوس طبعا عشان اثبتها يعني، يعني ما حاولش احركها كده لغايه هو البلاستيك بيلزق بمنتهى السهوله. وهحط كميه من الشمع برضو جوه كده عشان اضمن ان هي تكون مسكت خالص. عموما البلاستيك يعني لما بلزق بلاستيك ببلاستيك بمسدس الشمع بيلزق بمنتهى السهوله. نفس القصه برضو او الفكره، هلزق الغطا التاني في الحقنه من قدام كده، زي ما قلت لكم استنى شويه كده، ما يعني ما احركهاش عشان تكون ثبتت شويه. الفكره هنا ان هي بتوسع وبتضيق كده زي ما احنا شايفين، وبعد كده هنجيب بقى غطايين تاني
وهبتدي يعني هعمل لهم، هقطع كده من الطرفين بتوعهم، يعني هعمل زي فتحة من اليمين وفتحة من الشمال، هشيلها بالقطر طبعا. يعني بس تاخدي بالك من ايدك عشان القطر الغطا بتاعته فورة. وبعد كده عملت قطعتين من الغطا اهو، وهبتدي ألزقهم بقى، بس مش من الاتجاه اللي انا قطعت منه، لا من الاتجاه اللي هو السليم خالص. هبتدي ألزقه في بداية الحقنة كده من قدام، ونفس الغطا التاني برضو هثبته قدام، واستنى طبعا لغاية ما الشمع يلزق فيه، يعني ما حاولش احركه كتير عشان بس يثبت على نفس الوضع اللي انا حاطته فيه. زي ما بوريكوا كده هي بتوسع وبتصغر، يعني بتكبر وبتصغر. انا هنا هستعملها بقى ايه، انا هستعملها كحامل للموبايل، والفكرة ان هي بتوسع وبتصغر دي على حسب طبعا، لو حجم الموبايل عندك صغير او حجم كبير فتقدري تستعملي الحامل ده. مش عندك بقى حامل التصوير، عايزة تصوري، عايزة تتابعي اي حاجة وانتي بتطبخي، ايدك مش فاضية بقى اني عايزة يقف قدامك يعني بتتابعي حاجة او تعملي وصفة كده. الفكرة دي بسيطة وسهلة جدا، وهتسهلك بقى ويتحرك معانا زي ما احنا شايفين كده، بيتحرك معانا بمنتهى السهولة. انا هوريكم الفكرة بتاعته من ورا، يعني هو عسل اصلا. الفكرة لذيذة جدا، زي ما قلت لكم ان هو بيوسع وبيصغر على حسب طبعا حجم الموبايل. انا هنا موسعة عشان الموبايل كبير شوية، ممكن يوسع اكبر كمان اكتر كمان، اللي بيتحرك من الحقنة بياخد مسافة طول الحقنة كله، فبكده قدرت اتحكم طبعا ان انا عملت منظم لجميع احجام الموبايل. اتمنى الفكرة تعجبكم. نروح بقى للفكرة اللي بعد كده. انا عندي هنا هستعمل برضو ازازتين بنفس الحجم، هبتدي بقى اشيل الاستيكر بتاع اللي على الازازة، وهبتدي اعمل فتحة كده زي مستطيل في نص الازازة بالظبط، بس فيها ازازه تبقى اكبر، الفتحه بتاعتها اكبر من الازازه التانية. طبعا كله هيبان في الفيديو، يعني انا هنا نزلت من الخط التاني، يعني دي هبتدي اقل، هتبقى نازله تحت شويه عن الازازه الاولانيه. هبتدي اقص الجزء اللي في النص الازازه كده زي ما احنا شايفين، هفصله خالص عن الازازه. بعد كده هبتدي بقى اجيب الازازه التانية، وهتبقى اعلى منها، يعني هبتدي القص من فوق شويه كده اعلى منها في سنتي، يعني الازازه اللي فيها الفتحه هتبقى الفتحه بتاعتها تحت شويه عن الازازه اللي فوق. اللي فوق انا هقص، هبتدي القص من فوق شويه، ده طبعا الفيديو باين، يعني هتبقى اعلى منها شويه، فرق حوالي سنتي كده. يعني انا مش هبتدي القص غير من فوق اعلى شويه من الازازه الاولانيه. هبتدي بقى ايه، يعني اشيلها كده، اشيل الازازه اللي فوق خالص، يعني الفتحه، يعني الجزء اللي فوق في الازازه خالص انا هفصله خالص عن الازازه، وهبتدي طبعا اساوي اي حاجه طلعت معايا مش متساويه وانا بقص، اي حاجه مش متساويه، وممكن اعملها برضو من المكوه لو في اجزاء يعني فيها خلفشه كده، ابتدي بمكوه سخنه كده وابتدي اظبط البلاستيك عليها. هستعملها برضو كمنظم للاكياس، يعني اي حاجه بقى، الكياس الكابتشينو، نسكافيه، اي اكياس عندك كده، كياس الشاي، اي حاجه باكيتات دي برضه بتبقى عامله لنا دوشه كده في المطبخ وقلبان كده، ويعني لما بنيجي ندور عليها ساعات مش بنلاقيها خالص. وبرضه ممكن تستعمليه في كذا حاجه تاني، يعني ممكن اي حاجه محتاجه تنظمي فيها، يعني ممكن تنظمي فيها حاجات الخياطه، يعني الخيط والابر والحاجات دي برضه هتلاقيهم بمنتهى السهوله زي ما احنا شايفين كده. هو مجرد انا بستعمله بيتفتح معايا بمنتهى السهوله، بخرج منه اللي انا عايزاه وبرجع اقفله تاني. والسبب بقى اللي انا قلت هتبقى ازازه اعلى من الازازه، ان الازازه لما اجي اقفلها، الازازه اللي انا واخده منها الجزء اللي فوق، لما تيجي على الازازه التانية اللي حاطه فيها الاكياس وكده، تغطي الفتحه اللي انا عاملاها في الازازه عشان اللي دخلت منها الاكياس. يعني اتمنى الفكره تعجبكم. او كده هنكون وصلنا لنهايه الفيديو، يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا فكره او فكرتين، وأشوفكم قريب إن شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.